السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على القناة ديالي قناة العلاج بالطب النبوي أو العلاج بالطب البديل للأعشاب. كيف ما وعدتكم كل يوم وصفة علاجية جديدة، واليوم الوصفة هي زيادة في الوزن. كنتمنى أنكم تابونوا معايا فلاشين ديالي وتفعلوا جرس باش يوصلكم مني أي جديد. على بركة الله، الوصفة هي نص كيلو ديال الزنجلان بلدي اللي كيكون ديجا نقيناه وغسلناه وشمشناه، يعني نشفناه على الشمس وقليناه وطحناه، مع نص كيلو ديال اللوز اللي تيكون مقلي بالجلفة ديالو، يعني ما تنحيدوش لي الجلفة ديالو، تنقليوه عند القلاي، ما تنستعملوش الزيت في القلي، ما كنقليوش، يعني تنقليو، وربعة ديال الأكاجو وربعة ديال إيلان وكيلو ديال الصوجة اللي كنكونو قليناه قبل وطحناه حتى وزناه على المكونات التالية، وكاس ديال العسل باش كنعجنو هاد الوصفة مع قرعة ديال نوتيلا ونص كيلو ديال زريعة القرعة. من الأحسن قد ما زدتو في الكمية قد ما مزيان، علاش؟ لأن حنا تناخدو اللب اللي تيكون الوسط ديال القرعة، يعني ما تناخدوش الزريعة بجلوفها، كنحيدو جلفة وتناخدو اللب اللي دخل هو اللي تنعملو، وقليل من النفع، يعني الراس ديال المعلقة صغيرة ديال النافع، وكتجمعي الخليط كامل بالقرعه ديال التمر اللي كيكون سائل اللي كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى. ملي تنخلطوا هذه الوصفه كامله تنديروها في سوبيرا وتنحطوها في الفيتريني ولا في بلاكار ولا في اي مكان اللي مخصص لهذا الشيء، تتاكلي ثلاثه العواشق قبل اي وجبه بثلاثه ديال السوايع او لا بجوج ديال السوايع، باش كتفتح لك الشهيه وكتحسك بالجوع باش كتاكلي بزاف، اون بليس كتساعدك على الزياده في الوزن. هاد الوصفه كلها للزياده في الوزن. وكاين واحد النبات اللي سميتو النبات الشوكي المقدس، اللي صراحه المستوطن الاصلي ديالو هو اسيا، ولكن عندنا هنا في المغرب اللي كتكون واحد الورده اللي مشوكه والوسط ديالها كيكون موف، هذيك كنغليوها وكنشربو كاس قبل كل الوجبة بربع ساعة، راه كتفتح لنا الشهية وتتخلينا ناكلو بزاف. الفيديو ديالي وصل للاخير ديالو، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم او يعجبكم الوصفات اللي تنقدم لكم. في امان الله.